ننتقل إلى صفحة الحكام هذه المرة. بالتأكيد يوم الخميس القادم سوف أو تم تكليف في دوري الدرجة الأولى الكابتن فهد العوني وسامي النمري في مباراة الوطني والرياض وأبها والخليج، الوطني في تبوك وأبها في أبها ضمن دوري الدرجة الأولى. لكن قبل ذلك هذان الحكمان سوف يتواجدان في ضمن طاقم تحكيم لمباراة في بالتأكيد دوري أبطال الخليج، حيث سيتواجدون في الكويت لتحكيم مباراة يوم الثلاثاء، أي قبل ذلك بيومين في الكويت، ثم يعودون للرياض ومن الرياض إلى أبها وإلى تبوك. بالتأكيد ربما يكون هذا يشكل ضغط على الحكام، وكان قبل ذلك قد تحدث معنا أحد الحكام في برنامج الملعب فهد المرداسي بالتحديد عندما في الحلقة الشهيرة بأنه أيضا الحكام أحيانا يعانون من مثل هذا الضغط. معنا على الهاتف الكابتن عمر المهنا رئيس لجنة الحكام. مساء الخير أبو عبد العزيز. مساء الخير أستاذ عادل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أبو عبد العزيز. حول هذه النقطة، فهد العريني وسامي النمري يوم الثلاثاء في الكويت، يوم الخميس أحدهما في أبها والآخر في تبوك، هل هذا الوضع طبيعي بالنسبة لكم في لجنة الحكام أم ظروف خاصة بسبب ضغط المباريات هالأيام؟ أتمنى أستاذ عادل طبعا أن لا تأخذ الأمور علشان حكم معين قال الكلمة، أن تأخذها على جميع الحكام. الأخ فهد أظن يصرح في نفس القناة وفي نفس البرنامج، وكان يتكلم على موضوع المسافات مع مسافات، هو يوم ثاني مسافر إلى الأردن بالسيارة. على هذا الأساس الشخص الحرية فيما يقول، ولكن أهم شيء يكون الكلام حقيقة. موضوع الأخ فهد العريني وموضوع الأخ سامي النمري، طبعا هم مكلفين في الدرجة الأولى، وزي ما أنت عارف أهمية المباراة في الدرجة الأولى، يعني سواء في تبوك أو في أبها. على هذا الأساس تم تكليف الأخ فهد والأخ سامي. تكليف بالنسبة للأندية الخليجية ما جاءنا الخطاب الأول أمس، على هذا الأساس التكليف كان بالنسبة للأخ سامي والأخ فهد. هم بيحكمون طبعا، فهد بيحكم مباراة كاسحة والأخ سامي بيحكم حكم رابع. أنا أتوقع أن الأمور ما فيها أي مشكلة، يعني هم راجعين إن شاء الله بكرة بالسلامة، ويوم الخميس، يعني يوم الخميس صباحا أو يوم الأربعاء مساء مسافرين إلى الأبها ولا إن شاء الله. بس في هذا الشيء يعتبر معتاد أبو عبد العزيز، أنه حكم في يومين مرة في الكويت وبعدها بيومين يكون في أبها وتبوك، هذا شيء معتاد لكم ولا في ضغط؟ أنا مش موضوع معتاد الأخ عادل، أنا زي ما قلت لك هي أصلا شيء، إحنا من الأسبوع اللي فات مكلفين الأخ فهد ومكلفين الأخ سامي، ولكن الخطاب جاءنا من الأندية الخليجية تكليف طاقم سعودي على هذا الأساس، لأن الأخ مرعي مش موجود، الأخ خليل مش موجود، والأخ فهد تعرف الموضوع موقف شهر. على هذا طبعا الأخ عبد الرحمن العمري المكلف اعتزال الكابتن عبد الله صالح. نعم. على هذا الأساس الحكام الدوليين اللي هو الأخ فهد والأخ سامي. طيب معنا الأستاذ محمد الغامدي مدير تحرير صحيفة عكاظ، تفضل. أستاذ عمر مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد. خير. الله يسلم. أستاذ عمر، تعرف الآن المملكة تواجه الأجواء المناخية المتغيرة بين فترة وأخرى. في ظل هالأجواء، هل هناك بدلاء للحكام مثل العريني أو النمري في تعرف تغيير خط المسار للمدن الآن ومشاكل التأخير في الحجز، هل هناك بدلاء إذا لا سمح الله حصل أي تأخير؟ لا، هو إذا كان بيتم تأخير بيكون بتأخير من طيران السعودي، وليس لأن هم بكرة راجعين، يعني الأخ فهد راجع بالسيارة والأخ سامي راجع بكرة. أنا أقصد الخطوط السعودية لو حصل هذا أستاذ عمر. أنا أقصد الخطوط السعودية لو حصل مجيئهم بعدين انتقلوا. هو طبعا لو تم تأخير، لا تنسى أن بكل أمانة موضوع أبها فيها سهولة، يعني فيه سهل أنه ممكن حكم من نجران يجي حكم المباراة، ولكن من تبوك راح تكون في صعوبة، لأنه ما راح يكون، يعني ما راح يكون مثلا في مدينة أخرى قريبة إلا إذا كان من موضوع الرياض مع الرياض. طيب شكرا لك أبو عبد العزيز، يعطيك العافية. حياك الله. شكرا للأستاذ عمر المهنا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.